صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في بداية البرنامج أرحب بفريق العمل من هيئة الصحة بدبي ومن نور دبي. بتكون معنا اليوم في التنسيق والمتابعة زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا المبدع محمد عدنان. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لليوم على الأرقام التالية 600-551414، ولرسائل النصية القصيرة 4006. في حلقتنا لليوم بنتناول مواضيع شيقة تهمكم وتفيدكم بإذن الله، ومنها آخر الأخبار والدراسات العلمية والعالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص الشؤون الصحية. واليوم بتكون عندنا فقرة مهمة بنتكلم فيها عن فوائد العصاير وأضرارها، وفقرتنا الأخيرة في البرنامج اليوم بتكون تقديراً للممرضين في كل أنحاء العالم. بتكون فقرة خاصة عن يوم التمريض العالمي اللي صادف 12 مايو من كل عام، فبتكون معنا أيضاً ممرضة بتحدثنا أكثر عن هذه المهنة العظيمة. في نهاية حلقة برنامج صحة وسعادة كونوا معنا أعزائي المستمعين، بكون معاكم محدثتكم آمنة آل علي خلال هذه الساعة. نبدأ برنامجنا مثل ما عودناكم بخبر محلي أو عالمي. خبرنا اليوم صراحة حلو، يقول في علم النفس ماذا يعني عدم تذكر أسماء الأشخاص. واجه الكثير منا على الأرجح موقفا محرجا بعدم تذكر اسم شخص ما، رغم أن هذا قد يكون طبيعيا إذا قابلت هذا الشخص لفترة زمنية قصيرة، وقد يصبح مشكلة عندما يتكرر مع الوقت. يعني إذا صار الموضوع متكرر وما قمت تذكر أسامي هالأشخاص، فلهذا الموضوع تفسير في علم النفس. فقد يبدو مثل ما يقول الخبر الأمر كما لو أن هذا الشخص ما يستحق أن أنت تتذكره، وهذا ليس هو الحال بالطبع، حيث كشفت إحدى الدراسات ما يعنيه حقا عدم تذكر اسم شخص ما. وقال خبراء في جامعة مايك وان إنك إن كنت تنسى باستمرار ولم تبذل أي جهد لحفظ الأسماء فقد تكون نرجسيا. والأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية عادة ما يكون لديهم شعور متضخم بالذات، وغالبا ما يخاف أولئك الذين يتمتعون بهذه السمة من أن يكونوا مخطئين أو يتم السخرية منهم، وغالبا ما يفتقرون إلى التعاطف ويركزون على أنفسهم، ما يجعلهم لا يولون اهتمام كبير بالآخرين. وقال الخبراء إن هؤلاء الناس سيكافحون للتغلب على المواقف الاجتماعية، مؤكدين أن عدم اهتمام النرجسيين بالآخرين يجعلهم أسوأ في معالجة المعلومات المهمة المتعلقة بهم. فليش لا أعزائي المستمعين؟ معقول الحين الأشخاص، حسب طبعا هالكلام يقول لكم من جانب نفسي مو من جانب اجتماعي أو أي جانب آخر، من جانب نفسي، إذا أنتم من الناس اللي ما تتذكرون أسامي الأشخاص ممكن أن أنتوا تعانون من حالة نرجسية، بس تفكرون في أعماركم، تفكرون بأساميكم، بحياتكم. وهذا طبعا الكلام من جامعة مايك وان إنك، هالكلام ما يبتى من عندي، وأنا الصراحة أعاني من هالموضوع بس ما أحس أني نرجسية. بس الخبر يقول شيء. فأعزائي المستمعين، هذا كان خبرنا لليوم اللي جهزوا لنا فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي. أعزائي المستمعين، بعد طبعا هذه الفقرة مثل ما عودناكم دائما تكون معنا فقرة السوشيال ميديا، نتحدث فيها عن مستجدات التواصل الاجتماعي سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة بالشؤون الصحية. نتحدث فيها عن حساب هيئة الصحة في دبي. أباكم اليوم تخلون عيونكم على حساب DHA_Dubai، في فيديوهات جميلة بتنزل اليوم بمناسبة يوم التمريض العالمي.
ونحن أعزائي المستمعين كمنظومة صحية دائما نحتفي بجميع كوادرنا الطبية سواء الأطباء والممرضين، فإن شاء الله اليوم بتنزل لكم أيضا فيديوهات جميلة على حساب هيئة الصحة في دبي. ولكن الحين بناخذ معانا الأستاذة أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا أكثر عن آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحتم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، خبرينا شو عندك آخر مستجدات. بنكمل آخر مستجدات في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمنها مثل ما ذكرتي من شوي يوم التمريض العالمي، بيكون عندنا مجموعة من الفيديوهات، من فيديو واحد ومن ضمنها أيضا فيديو على تيك توك. فمن القناة هاي أو البرنامج نبغى نقول للجميع أن دي شيء عندهم أيضا تيك توك أكاونت. خبرينا شو الأكاونت اسمه، نفس أكاونت الإنستغرام ولا له اسم ثاني؟ هي قنوات هيئة الصحة بدبي هي إنستغرام، الإنستغرام وتويتر وتيك توك هو نفس الحساب، نفس اسم الحساب اللي هو DHA_Dubai. أما القنوات الثانية اللي مثل فيسبوك لينكدين يوتيوب الاسم هو دبي هيلث أثوريتي. نعم، فبنشوف إن شاء الله فيديوهات حلوة اليوم أسماء. هي بيكون في مجموعة من الفيديوهات الحلوة، ونحن أيضا اللي يعتبرون تمريضهم مثل ما نقول أساس القطاع الطبي، وهم غالبا يكون العدد الأكبر من الكوادر الصحية في أي جهة صحية يعني في العالم. نعم بالتأكيد، وأكيد أسماء شفنا دور هذه الفئة خلال جائحة كوفيد-19 وكيف أن نحن كأشخاص كنا معتمدين على التمريض بشكل كبير، في كل يعني كان لهم دور كبير ومؤثر في حياتنا. صحيح، أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن بنركز عليها في خلال هذا الأسبوع هو مجموعة من التوعية الصحية من مثل مرض الثلاسيميا وأيضا أمراض ثانية. وأيضا الأسبوع الجاي بيكون هناك أيضا نشرة خاصة حق لضغط الدم، ومن ذلك نحن ننصح الجميع يتابعونا بشكل مستمر. نحن بشكل مستمر نحط النصائح الصحية، مو بس الخدمات، النصائح الصحية. وأيضا نشكر الأشخاص اللي يكتبون القنوات التواصل الاجتماعي ويوجهون الرسائل الجميلة، وأيضا نشكر كل شخص يقدم لنا الملاحظات. نحن نحب نأكد أن هيئة الصحة بدبي أيضا تستقبل الملاحظات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي والاقتراحات، ونتمنى أن الجميع اللي عنده أي اقتراح ممكن أيضا يخاطبنا سواء من خلال مركز الاتصال أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي نوصل ملاحظاته. من ضمن الأشياء اللي نحن بس نبغى نأكد عليها في هذا البرنامج أن كيفية أخذ المواعيد في كثير من الخدمات الجديدة موجودة في التطبيق، ومن ضمنها يقدرون ياخذون مواعيد طبيبية كل مواطن، وأيضا ممكن ياخذون المواعيد من خلال المركز الاتصال هو 800-342، ومن ضمنها خدمات طب الأسنان. نحن أيضا هناك مركز، نحن نذكر بالمركز الجديد اللي هي صاحبة دبي، مركز أم زقيم الصحي واللي هو موجود في منطقة أم زقيم. المركز جديد ويعني ما شاء الله، لا يعني البارحة سمعتنا في يعني حضور كبير للمركز من الجمهور. طبعا نحن بس نأكد أن المراكز الرعاية الصحية الأولية مو بس للأمراض، أيضا هو يعتبر مكان للوقاية، لذلك نحن ننصح الأشخاص أنه وأحسن قناة التواصل الاجتماعي تحط مجموعة من النصائح. دائما نحن نقول الأشخاص تو الفحص الدوري والفحوصات، مو بلازم نحن نمرض عشان نفحص، لكن نحن ننصحهم أن يسوون فحوصات دورية ويقدرون يستفيدون من خدمة طبيب المواطن أو من خلال أخذ موعد المركز أن يسوون الفحص الدوري حسب الأمر، يتواصلون مع طبيب يقولوا لي تاريخ العائلي وهو راح يقول لهم شو الفحوصات اللي لازم يسوونها. يعني حابين نأكد على أهمية أيضا أخذ المواعيد للفحوصات الدورية. نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي في هيئة الصحة بدبي على هذه المعلومات الجميلة اللي قدمتيها. أعزائي المستمعين، بعد فقرة السوشيال ميديا بننتقل معاكم لفقرة التغذية، بنتكلم فيها عن العصائر، أضرارها وشو يفضلون الناس أكثر، مع أخصائية التغذية السريرية الأستاذة فاطمة الخروصي، ولكن بعد هذا الفاصل ترين. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامجنا هذا تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا إذا حابين تشاركون في مواضيع
برنامجنا على رقم 600-551-414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. موضوعنا لليوم أعزائي المستمعين في فقرة التغذية بنتكلم عن فوائد العصاير وأضرارها، وفي هذا الحديث وفي هذا السياق دائما نشوف غالبية الأشخاص يفضلون تناول العصاير على تناول الفاكهة نفسها. فنحن اليوم في حديثنا عن الفوائد والأضرار بتكون معنا الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة فاطمة. أهلا وسهلا، صباح النور. يا هلا فيك، سعيدين بتواجدك مرة ثانية معانا. والله وأنا أسعد والله. بداية أستاذة فاطمة، نحن دائما نشوف ونلاحظ أن الأشخاص أو الناس بشكل عام يتجهون لتناول العصائر أكثر من تناول الفاكهة نفسها. يعني أنا مثلا إذا في الدوام بسير باخذ العصير الفريش الموجود في الجهاز، أسرع لي من أني أسير أدور مكان وأطلب فواكه ولين توصل الفاكهة وهكذا يعني. فإذا نقول إحنا كأشخاص، هل هذا التوجه صحيح أم يفضل أن نحن نتناول الفاكهة نفسها؟ صحيح، هو كل الناس طبعا ينظرون أن الفاكهة مثل ما تعودنا أن فيها فيتامينات ومعادن وأنها صحية، هي صحيح مثل ما إحنا قلنا، لكن أن أنا أخذها كطريقة سهلة ممكن أنهم يشوفونها باعتقادهم أسهل طريقة أن أنا أخذ فيها فيتامينات، أسهل طريقة أن أخذ الفاكهة بدل الفاكهة كاملة. لكن هو في النهاية أنا فقدت شيء جزء كبير منها اللي هي الألياف الموجودة فيها، اللي هي مفروض تفيدني أنا في جسمي في تحسين وتعزيز وظيفة الجهاز الهضمي، يعني تبعدني من مشاكل عزكم الله الإمساك أو أي مشاكل تصير عندي عن طريق الجهاز الهضمي. فيفضل دائما عند بعض الأشخاص العصائر، وإحنا دائما ننصحهم أن ناخذ الفاكهة كاملة. حد من الناس اعتقادهم ان انا هاي يعني اخذ العصير بدل كنوع من الرجيم او مثلا نوع من تخفيف الوزن، ممكن انا اخذ العصير ان انا اخفف من الوزن، لكن اذا اخذت كميات كبيره ممكن تاثر عليه تزيد الوزن بالعكس، لان فيها نسبه سكريات عاليه وهاي السكريات الموجود فيها تزيد وزني بدل ما ما تنزل، يعني ما تنزل الوزن. حد من الناس اعتقادهم ان انا فاقدة سوائل، عندي جفاف، عندي مشاكل في شربي للماء، فأنا أفضل أشرب العصير بدل الماء. وإحنا دائما ننصحهم لا، يأخذون فاكهة كاملة، من العصير الماء في النهاية تحتاج كسوائل طبيعية 100%، فمحتاج إذا تأخذ كميات كبيرة من السوائل تضرك مستقبلا، ممكن يرفع لك السكر وأنت مبحث فيه، خاصة للأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن أو عندهم سمنة. حد من الناس مثلا اعتقادهم انه يحسن وظيفة الجهاز الهضمي، عندي مثلا بعض التلبكات المعوية فانا باخذ العصير، فدائما ننصحهم ان الفاكهة كاملة افضل طبعا. بالتأكيد. نعم. اذا بنتكلم السادة فاطمة بخصوص العصائر الصناعية والعصائر الخليط بين الطبيعي والصناعي وقيمتها الغذائية والصحية. هو طبعا اكيد في اختلاف، يعني في فرق كبير، لان انا يوم بشوف على العلبه نفسها مكتوب عندي مثلا عصير 100%، هذا معناته انه فعلا هو عصير محتوى من الفاكهه وخالي من المواد الحافظه، ويكون مثلا نكهات ما في نكهات اضافه نكهات، واقل سكر واقل ماء، يعني الماء والسكر ماخوذ كله من العصير من الفاكهه نفسها، وأفضل طبعا من النكتار وأفضل من الشراب. أما إذا لو شفت مكتوب على العلبة نفسها نكتار، شو معناته؟ معناته أن نسبة العصير الفاكهة فيه 60% والباقي منه ماء وسكر، يعني أكيد إضافة، بس يعتبر كاختيار اختيار نص سيء، مش سيء 100%. أما الاختيار السيء اللي دائما نشوفه اللي مكتوب عليه مشروب أو مكتوب عليه شراب، هذا سيء جدا، لأنه ما في غير ماء وسكر ويمكن 10% محتوى فاكهة، وهذا احنا مثل ما قلنا لك اختيار سيء جدا، لان انا عباره ان اشرب كانه ماي وسكر. الحين ظهر شيء ثاني، ان احنا موضوع الكوكتيلات اللي ناخذها من الكافتيريات او المطاعم، والله انا اطلب من كافتيريا كوكتيل كله فواكه، هو كشكل فعلا مكتوب انه فواكه ويشوفه انه مثل السموثي انه طعم الفاكهه، لكن هو في النهايه غير مفيد، لانه هو ضاف لك كميه كبيره من شراب الذره اللي هو عالي الفركتوز، وهذا اللي يعطي السكر الحالي، ويضيف له احيانا بعض العصائر الثانيه، يعني اللي هي مركزه اللي السكرات مركزه، فهاي تكون فيها سعرات حراريه عاليه ممكن تزيد الوزن، بالعكس ما تساعدنا على تخفيف الوزن، ممكن ترفع السكر، وممكن ايضا تضرني يعني مستقبلا
في أشياء ثانية أنا ما كنت عارفة، مثل الناس اللي عندهم مشاكل في عدم تحمل الفركتوز الموجود في الفاكهة نفسها. نعم، هاي بالنسبة للاختلاف في المشروبات. نعم بالتأكيد، ولكن مثل ما ذكرتي أستاذة فاطمة، قلتي هناك نوع يسمى شراب أو مشروب قد يكون سيء إذا شفناه يعني مكتوب على العلبة، وإذا شفنا نكتار بيكون أفضل من غيره، ولكن إذا بنتجه للفاكهة الطبيعية نفسها المعصورة بدون مواد حافظة بدون إضافات، فهل هذا طبعا بيكون الخيار الأول والأفضل؟ هو الخيار الأول، لكن الكمية لازم تحدد، لأن أنا أخذت كميات كبيرة مثلا من العصائر ولغيت شيء اسمه فاكهة كاملة، هذا أنا بلقى نفسي بعد فترة أن أنا عندي ارتفاع في السكر، لأنه شو يسبب؟ أن أنا الشرب العصير اللي باخذه فعلا من فاكهة طبيعية، فهالسكر الموجود في كميات كبيرة بيرفع لي بسرعة، بيطلق عندي في جسمي أنا لأن عندي البنكرياس بيطلق عندي شيء اسمه الأنسولين، بسبب استجابة الأنسولين لمستويات السكر اللي دخلت جسمي عن طريق هذا العصير. فشو يسوي الأنسولين؟ يحاول أنه يحرق السكر الموجود في جسمي اللي أخذته من العصير، فبالتالي تلقين السكر فجأة ارتفع وفجأة نزل مرة واحدة، خاصة عند مرضى السكر، فيصير عندي لخبطة في السكر. الشيء الثاني، حد من الناس ليش أقول عنده بيكون ممكن يكون عنده زيادة في الوزن، لأن أنا بارتفاع السكر عندي في جسمي المفاجئ يخليني أنا مثل ما قلت ارتفع السكر وينزل، فيصير أشعر بالجوع بسرعة، بتلقيني أرجع مرة ثانية آكل أنواع ثانية من الأكل فيزيد عندي الوزن. الشيء الثاني، هاي الأشياء كلها بشكل عام مثل ما قلت لك للناس اللي عندهم ممكن عدم تحمل الفركتوز تسوي لهم مشاكل في هضم الأكل أو هضم العصائر هاي أو هضم السكريات، فيتحول في جسم الإنسان في النهاية هاي السكريات العالية إلى دهون وزيادة في الوزن. أما مو معناته أن هذا أبدا ما أشرب عصير، ممكن أشرب عصير وأنتقل العصير اللي هو الكافي من العصائر الطبيعية، فأنا أقدر آخذ مسموح لي مثلا بدل ما آخذ مثلا فاكهة كاملة آخذ نص كوب عصير طبيعي 100% بدون ما أضيف أي سكر بدل الفاكهة. إذا وأنا في النهاية كشخص بالغ أحتاج في اليوم مثلا ما بين 3 لـ4 حبات فاكهة في اليوم، طبعا أحاول أقسمها عند مرضى السكر ما أخذها كلها مرة واحدة دفعة واحدة عشان ما ترفع لي السكر. نعم. وإذا مثلا أبغي آخذ العصير ممكن آخذ مثلا نوعين من الفاكهة في اليوم مع نص كوب عصير طازج من غير سكر. نعم بالتأكيد، فنحن دائما نتوجه أستاذة فاطمة للبديل الصحي والأفضل. صحيح. إذا بنسأل سؤال للأمهات لعيالهم يروحون مدارس، هل يضر أن نحن نحط أستاذة فاطمة عصير صغير نكتار مثلا، هذا النكتار نحطه في الشنطة، لأن تحسين الفترة طويلة والصيام والعصير الطبيعي أكيد بيخرب يعني بيخترب مع الفترة الزمنية خارج يعني الثلاجة. صحيح. هو بالنسبة للعصير إذا أنا أفضل أعصره لازم أعصره في البيت، إذا أنا عيال ما بيروحوا المدرسة مثلا في البيت أعصر لهم إياه خلال أقل عن 30 دقيقة المفروض يشربها سواء أطفال ولا كبار في السن عشان يستفيدون من الفيتامينات والمعادن فيها وما تذوب بسرعة أو يعني ما تنفقد بسرعة. أما بالأطفال اللي هم يروحوا المدرسة دائما الأم دائما خلت تنتقي المكتوب عليه عصير، وإذا ما شيء ما في موجود غير النكتار ممكن تاخذ النكتار. وانا دائما افكر يعني افضل دائما اضيف للطفل خاصه الحين في اوقات الحر في الصيف اللي هو العصير اللي هو العصير مكتوب عليه عصير او نكتار علبه او علبتين في اليوم او خلال تواجد الطفل في المدرسه، اذا من نوع اللي هو نشيط ورياضه عنده ممكن احط له علبتين او احط له علبه واحده وفاكهه واحده من الفاكهه الكامله عشان اعود الطفل ان في شيء اسمه فاكهه كامله وفي شيء اسمه عصير. أما إذا وصل إن شاء الله من المدرسة بالسلامة أحاول بعد وجبة الغداء أقطع للفاكهة بدل ما أنا أعطي العصير، وأخلي العصير كمثلا اتفاق بيني وبين الطفل أن يكون بس في فترة المدرسة، لأن عشان أتجنب أنه يستوي عنده مشاكل في مثلا يعني أن الفاكهة عنده تخترب أو مثلا العصير عنده مثلا ما يتقبل بسبب حرارة الجو. نعم، أيضا أستاذة فاطمة إذا بنقول نفضل يعني تفضلين الماي بكميات كبيرة أكثر من العصير؟ أكيد أكيد الماي مهم جدا، لأن الماي وايد يروي جسم الإنسان، خلايا الجسم في جسم الإنسان هاي تحتاج تروية، فإذا ما صار أو أصلا جسم الإنسان بشكل عام عنده على طول نشاط في أن خلايا تفقد وخلايا تنتج مرة ثانية،
فإذا أنا ما حاولت أخذ الماي الطبيعي عشان أروي هاي الخلايا تضعف عندي الخلايا. أما إذا أنا أخذت مثلا سوائل من الفاكهة ما يمنع، لكن ما أعتمد اعتماد كلي من عصائر الفاكهة. ممكن أخذها من الخضروات العادية، أخذها من السلطات أو الخضروات العادية، أو ممكن أخذها من فاكهة نفسها الكاملة مثل البطيخ مثل التفاح أو الكمثرى، أو أن أنا ممكن أخذ كعصائر لكن ما أصرف وايد في شربي للعصائر. الشيء الثاني أنه بعد ممكن يصير مشاكل ثانية يعني على استخدامي للعصائر. نعم، وجميل الحين أستاذة في فصل الصيف تشوفين الناس حتى تحب تسوي العصاير روحها، يعني ممكن أكيد نحن نجيب البطيخ ونسوي عصير بطيخ بطريقة سهلة، ممكن نخلط المانجو مع الفراولة مع صحيح الحليب ويعطينا يعني نتيجة حلوة، منها نكون استخدمنا أشياء طبيعية وفي نفس طبيعي الوقت أكيد يعني عصرناها في نفس الوقت وشربوها واستفادوا منها سواء الأطفال أو الكبار، وانتعشوا مثل ما نقول في فصل الصيف. أكيد أكيد. وبعدين تعرفين في بعض الناس بعد كثر استخدامهم للعصاير ممكن تسبب تسوس أسنان خاصة عند الأطفال، فالأم تقول أنا ما أعطي طفلي مثلا حلويات، لكن هي عقب تكتشف أن هي تعطي وايد عصاير اللي تعود على العصاير، تلقى عند الأسنان دائما عندها تخترب أو تضعف. أحد من الناس ممكن يسوي نقص تغذية أنه معتمد بس على عصير وما ياكل فاكهة، فيكون أو ما ياكل حتى الأطفال خاصة مثل ما ذكرنا أنهم إذا خذوا عصاير وايد بيتمون يحبون السكر على طول، ما يتقبلون أي نوع من الأكل، يتقبلون أي شيء فيه سكر، فهذا الشيء يخليه عندهم نقص أو سوء تغذية. ممكن نقص في فيتامين ب، ممكن كالسيوم، فيتامين د، لأنه خذ نوع معين من الفيتامينات من عصير معين من عصائر معينة، لكن ما خذ باقي المغذيات من باقي المغذيات الكبيرة من بروتين أو كربوهيدرات، بسبب ضعف لأكله أو ضعف الأكل اللي ياخذه من البروتين أو الكميات القليلة اللي ياخذها من البروتين أو النشويات أو الخضروات. نعم أستاذة فاطمة، إذا بنقول نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين فيما يخص موضوع العصائر وفوائدها وأضرارها. أكيد أول شيء أول نصيحة لي أن تستخدم الفاكهة أو العصير بالكمية المسموح لها كلا على حسب العمر أو الفئة العمرية أو على حسب المشكلة المرضية إذا كان عند الشخص. نقول ما بين 3 لـ4 حبات في اليوم للأطفال والشباب، 3 حبات للبالغين. عندنا ممكن ناخذ مثلا مثل ما نقول نفضل مثلا إذا خذينا عصر الفاكهة ناخذ عصر التفاح، عصير الكمثرى والبطيخ مثلا على سبيل المثال، إذا بس أو عصير التفاح أزيل القالب قلب التفاح من داخل البذور واحتفظ بالقشرة وأحاول أعصرها عشان أستفيد من الفاكهة بشكل عام. نعم، أحد المستمعين سؤال يقول إنه شو العصير اللي ينتج عن طريق الفاكهة كاملة، يعني هو يقصد فائدة العصير اللي ينتج عن الفائدة الكاملة، عفوا الفاكهة كاملة، إذا عصرنا الفاكهة كاملة فهل هالعصير يعتبر مفيد ولا ضار؟ هو دائما مفيد طبعا عصير فاكهة كامل، بس دائما احنا نقول البذور شوية نحاول نشيل من البذور، لان بعض البذور اذا دخلتها من ضمن الفاكهة تضر شوية، فيها اول شيء مرورة وما يستفيقها الشخص. الشيء الثاني انا مثلا بعض البذور هاي ممكن تكون سامة، فيها تركيزات معينة من الاشياء السامة، فانا افضل انا دائما يعني احتفظ بالقشر لكن القالب نفسه اللي هو البذور اشيله عشان أأمن نفسي إنه ما يكون عندي أي مشكلة أو تسمم معين في من الفاكهة، خاصة الأشخاص اللي يعصرون الفواكه. بس بشكل عام القشر والفاكهة نفسها أفضل من أن آخذ الفاكهة كاملة مع البذور. نعم طبعا أستاذة فاطمة الخروصي أخصائية تغذية سريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هذا الموضوع الجميل وعلى هذا النقاش اللي أكيد طلعنا منه بفوائد كثيرة، شكرا لك أستاذة فاطمة. العفو حبيبتي، يومكم سعيد. يومك أسعد. أعزائي المستمعين، بعد فقرة التغذية بننتقل معاكم ليوم التمريض العالمي، ولكن بعد هذا الفاصل تريونا. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم أعزائي المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414 ولرسائل النصية القصيرة 4006.
تحتفي أعزائي المستمعين، تحتفي هيئة الصحة بدبي بكوادرها التمريضية اليوم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض اللي يوافق 12 مايو من كل عام. هذا اليوم اللي خصصته منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها الممرضون والممرضات من أجل توفير العناية المتكاملة للمرضى والإسهام المباشر في تطوير منظومة الرعاية الصحية. ويسعدنا أن اليوم تكون معنا عبر الهاتف الممرضة نعيمة محمد رجب، مساعد مدير شؤون التمريض في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة نعيمة. ألو، السلام عليكم. صباح النور أختي. يا هلا فيك. أهلين، الله يسلمك يا رب. أستاذة نعيمة، كل عام وأنتم بخير يا رب. وأنتم بخير. نحن اليوم صراحة سعيدين بهذه المناسبة الجميلة، سعيدين بوجود يوم يعني يخصص تقديرا للممرضين في أنحاء العالم، تقديرا لجهودكم الكبيرة اللي تبذلونها لأهمية وجودكم في المنظومة الصحية. يعني مهما نتكلم ومهما نقول أكيد ما نوفي حق الممرضين والممرضات يعني في كل أنحاء العالم، وخاصة عندنا في الإمارات وخاصة في هيئة الصحة في دبي. جهودكم المبذولة مشكورين عليها في البداية. وأنا اليوم الصراحة من الصبح عايشة جو من السعادة. أمس شفنا كل الممرضين في مستشفى دبي ومستشفى راشد، كنا في مقابلات معاهم يعني. واليوم أيضا التقيت بممرضين في مدرسة بناتي وفي الحضانة، وكنت أشكرهم على الجهود الجميلة اللي يقدمونها. فأنا اليوم حابة أسمع منك أستاذة نعيمة، شو تعني لك مهنة التمريض وليش التحقتي بهالمهنة دون غيرها؟ حبيبتي، بدأت يعني أشكركم فعلا كإعلام باهتمامكم بمهنة التمريض والتسويق لمهنة التمريض. ومثل ما قلتي، إحنا من البارحة بادين بالاحتفالات يوم التمريض، وهالشيء يشرفنا إن في يوم عالمي يعزز من دور الممرضة في المجتمع. بالنسبة لمهنة التمريض، مثل ما قلتي، التمريض موجود في كل مكان، وأنا بالنسبة لمهنة التمريض تعني لي كل شيء بمعنى الكلمة، إنه مو مجرد مهنة بل أسلوب حياة، طريقة المعيشة. والتمريض مؤثر في مو بس الجانب العملي عندي، حتى الجانب الشخصي، الشخصية، ابتداء من موضوع النظام وجودة العمل اللي احنا قاعدين نسويها، واهتمامنا بكل صغيرة وكبيرة في أي شيء احنا قاعدين نسويه. حس المسؤولية في مهنة التمريض، خاصة ان احنا الحمد لله ربنا يعني أعطانا الفرصة ان نكون من الكوادر البشرية اللي تهتم برعاية وصحة البشرية والبشر، فهذه أمانة ومسؤولية احنا محاسبين عليها. وقبل يعني قدام القيادة العليا او مسؤوليننا، فقدام رب العالمين. فهذه الشغلات كلها يعني فعلا ساعدت في تكوين شخصيتي، واعتبر التمريض بالنسبة لي اسلوب حياة. نعم، نحن أيضا استشعرنا من صوتك ومن كلامك أهمية هذه المهنة في حياتك، كيف لها تأثير يعني عليك من كل النواحي. هل ممكن أن نحن نتعرف منك أكثر أيضا أستاذة نعيمة على دور التمريض ومسؤولياته في منظومة الرعاية الصحية؟ بالنسبة لدور التمريض، الكادر التمريضي يعتبر من أهم الكوادر الصحية في المنظومة الصحية عندنا. ويبدأ دور التمريض من تقييم الوضع، تقييم حالة المريض، تقييم أي شيء يهتم أو يخص الرعاية الصحية. وتقدرين تقولين إن عبارة عن دورة أو حلقة كاملة تبدأ بموضوع التقييم، بعدين التخطيط للوضع، أو إن شو الأشياء الاستراتيجيات اللي إحنا لازم نأخذها، سواء كانت في رعاية المرضى، كانوا مرضى داخلين في الأقسام ومرقدين بالأقسام، أو كانوا في المجتمع يزورون العيادات، أو كانوا في الرعاية الصحية. مثل ما تفضلت اليوم شفت عيالك في المدرسة وكيف محتفلين، وشفت الممرضات هناك. مرورا بأخذ القرارات والإجراءات الصحيحة في الرعاية الصحية، ومتابعة كل الإجراءات هذه وتقييمها، يعني إعادة تقييمها مرة ثانية، لما نوصل لأعلى المعايير والتقييمات في الإجراءات اللي احنا قاعدين نسويها من أجل
رعاية وصحة المرضى. واحدة من الشغلات اللي وايد أحبها في التمريض إنه بعد كل هالمجهود نحب يعني نسوي نوع من مثل ما يقولون الأكنولجمنت، نحتفل ونقدر الأشخاص اللي في الطاقم الصحي وفي الفريق الصحي اللي قاعدين يشتغلون ويبذلون كل هالمجهود على أساس يطلعون بأحسن النتائج ويوصل مريضنا للرعاية والشفاء الكامل بإذن الله طبعاً. وهالشيء من الأشياء اللي تحفز الكادر الصحي إنه يستمرون في عطائهم هذا، ويكون نعم. مثل ما تقولين الطاقة الإيجابية لهم، المحرك أكيد. الإيجابي يعني الداخلي. يعني نحن إذا سألنا الممرضين يعني مثل ما سألتك شو تعني لك مهنة التمريض وسألنا عن دورهم أو مسؤولياتهم الكبيرة، فإحنا بنقول أنتوا الواجهة، أنتوا الأساس، أنتوا البداية. رحلة المتعامل يوم يزور المركز أو يوم يزور المستشفى بيكون بدايته مع الممرض. يعني قالت لي بنتي الصغيرة أمس جملة وإحنا نجهز آمين إحنا نجهز الهدايا حق الممرضين، قالت لي ماما عندنا 3 ممرضات في الصف. قلت لها ماما كيف أنتوا يعني كيجي وهاي يا دوب ممرضة بيكون عندكم وحدة؟ قالت والله عندنا 3، وحدة تشوف حرارتنا، وحدة تتأكد إنه يعني نحن أوكي، وحدة هي اللي تعطينا الدواء. أنتي ما تعرفين؟ قلت لها أوكي بنجهز 3، وأنا في بالي إنه أكيد يعني مستحيل ممرضة وحدة بتكون، يعني نحن على أيامنا ممرضة وحدة في المدرسة بكبرها، هم يعني في قسمهم تقول عندهم 3. وبالفعل الصبح يوم دخلت أشوف والله البنت ما جذبت 3، هم 3 ممرضات. قلت لها ماما شو بتقولي لهم يعني إذا بتقولي لهم شيء شو بتقولين حق النيرس يوم بنعطيها الهدية؟ قالت لي ماما بقولها شكرا لأن أنتي وايد تهتمين فينا وايد تحبيننا وايد يعني أنتي تشوفيننا يوم نحن مرضى. فقلت لها ان يعني حتى النيرس يوم قالت لها بالانجليزي، كانت النيرس فلبينيه اللي معاهم، قالت لها ثانك يو فور لافينج مي اند كيرينج مي سو ماتش. فالنيرس يعني حليلها دمعت واستانست يعني وايد. يعني ممكن تاثير هذه الورده او تاثير هذه الهديه الصغيره كان على الممرضه تاثير كبير، يمكن جهود سنه كامله، يمكن جهود سنين. جميل ان نحن لو في يوم في السنه، مع ان احنا دائما في برنامج صحة وسعادة نشكر جهود الممرضين خلف الأطباء، خلف يعني هذه مثلا إذا بنتكلم عن قسم من الأقسام في المستشفيات لازم نذكر الممرضين ونشكرهم في كل لقاء وفي كل مكان، لأن دوركم كبير. وإحنا اليوم جايين أيضا نتكلم عن الكوادر التمريض، دوركم في تطوير الخدمات الطبية ورفع مستوى جودتها. أستاذة نعيمة كيف تحسون أن مكانكم كممرضين يبين في تطوير الخدمات الطبية ورفع مستوى الجودة؟ حبيبتي بالبداية يعني الله يحفظ لك بنتك إن شاء الله، وأتمنى أنها تكون حبت مهنة التمريض، ونتمنى أنها تكون واحدة من الممرضات المستقبلية. وفعلا مثل ما قلت كلمة الشكر وكلمة التقدير اللي الممرضة تحصلها من المجتمع، أو كانوا من سواء كانوا الله يحفظ الجميع طبعا كانوا داخل المستشفى أو في المراكز الصحية في المجتمع، يعني في المجتمع أو كانت المراكز الصحية في المدارس، هذه تسوى عندها الدنيا، تسوى عندها الدنيا. والحمد لله في تطور كبير في مهنة التمريض، وفي أشياء كثيرة الممرضة تقدر أو إذا قاعدة تسويها الحين، خاصة مع تطور التكنولوجيا في الصحة، والأمور صارت يعني جدا جدا متقدمة أكبر من الممرضات، بحيث أن نقدر نعطي ونوصل بالراحة التامة لمجتمعنا ولمرضنا الله يعافي الجميع. بالنسبة لدور التمريض في المنظومة الصحية أختي، مثل ما قلتي الممرضة موجودة في كل مكان، موجودة على الواجهة مثلا في الحوادث، في العيادات الصحية هي أول شخص يستقبل المريض ويعاينه ويقيم حالته الصحية، وبالتالي التقييم هذا مدى يعني دقته جدا مهم للدور الثاني اللي بيقوم به أو الخطوة الثانية اللي بيقوم بها من الطبيب اللي يشوف المريض ويقيم حالته ويعطيه العلاج المناسب. وفعلا يعني أغلب أو في أغلب الأوقات الممرضات أو الممرضين هم عبارة عن الجنود المجهولين موجودين خلف الكواليس، بس الحمد لله يعني أحب أشكر هيئة الصحة، أحب أشكر حكومة دولتنا، أحب أشكر كل المؤسسات الصحية لنا في الدولة لاهتمامهم بجانب مهنة التمريض وبدور الممرضة وإبراز هذا الدور. الحمد لله إحنا عندنا مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد لتعزيز مهنة التمريض واللي هي على مستوى يعني الدولة، وفي عندنا بعد مؤسسات خاصة
معنية بدعم مهنة التمريض وتطويرها، سواء من خلال زي ما نقول المشاريع التطويرية، على أساس إنه يعني دائما نترقى الأحسن والأحسن، البحوث العلمية على أساس إن إحنا نستفيد من تجاربنا بعد. فالحمد لله حتى من ناحية التعليم، الله يحفظ شيخنا بعد الشيخ محمد، الحين في عندنا جامعة محمد بن راشد الطبية والعلوم الصحية، اللي تهتم بتطوير وتعليم الممرضين بحيث إنه يكونون بأعلى الكفاءات وأعلى المعايير. بالتأكيد يعني أستاذة نعيمة، يعني لا يسعنا في مثلا نقول في حلقة أو نص حلقة نتكلم عن جهود كبيرة، أكيد دراستكم لسنوات عديدة، التطبيق العملي، جهودكم في جائحة كوفيد-19 اللي مستحيل في شخص مر بأي تجربة سواء أصاب بكوفيد أو حد من أهله أصابه بكوفيد ما يذكر دور الممرضين في هذه يعني الجائحة اللي أصابتنا نحن. مستحيل سواء على المستوى الشخصي سواء على مستوى الأهل، كل ما أسمع القصص يكون للممرضة دور بارز في هذه القصة، تكون هي البطلة الرئيسية في هذه القصة. نحن دائما نذكر جهودكم ونثمنها ونشكركم عليها، وحابين أيضا اليوم منك أنت كممرضة في اليوم العالمي للتمريض بوصفك أيضا مساعد لمدير شؤون التمريض في مستشفى راشد، شو تقولين لكوادر التمريض اللي يسمعونا اليوم، وشو تقولين للمرضى في هذا اليوم؟ حبيبتي فعلا مثل ما تفضلتي، جائحة كوفيد يعني كانت من الأمور اللي صارت بالرغم من صعوبتها ويعني تأثيرها يعني الصحي الغير إيجابي، بس كان في له جانب إيجابي آخر اللي بين قدرات كوادرنا الصحية في الدولة عموما، وإذا بتكلم بالتحديد التمريض بعد، يعني مثل ما قلت قبل شوية هم الجنود المجهولين، بس في جائحة كوفيد ظهروا هذا للجنود المجهولين، بينوا والناس كلها عرفت شو دور الممرضة وكيف إنه ما نقدر نستغنى عن دور الممرضة في المجتمع. فبمناسبة هذا اليوم أحب أقول كل عام وكل الممرضين والممرضات بدولة الإمارات بالخاص والكرة الأرضية عموما هم بألف خير وبصحة وسعادة، وأحب أشكرهم على جهودهم على مدار السنة اللي قاعدين يسوونها، وصحيح يمكن في نفس الوقت أو طول السنة ما يجي لهم ذاك التقدير، بس الحمد لله هذا اليوم يعني لهم سنوات من العمل. وغير عن كذا كل يوم يشوفون فيه مريض قاعدة تتحسن حالته أو مريض قاعد يطلع من المستشفى ويقول لهم بس كلمة شكرا، حتى لو ما قال لهم كلمة شكرا يشوفون الابتسامة المرسومة على وجههم، هذه بروحها يعني تعتبر مكافأة لهم ويكونوا سعيدين بها. الشغلة الثانية اللي حب أوجهها هي لأهلنا ومجتمعنا، وأقول لهم أنكم أنتوا مو بس مرضى عندنا أو عملاء، لا أنتوا جزء منا، أنتوا أهلنا، أنتوا ناسنا قبل ما تكونون عملاء أو مرضى. بالتأكيد خنقتني العبرة الصراحة مثل ما قلت، يعني أنا من شدة فرحي باليوم هذا وين كيف دولة الإمارات والعالم كله خاصة دولة الإمارات عندنا تطورنا في الاهتمام بمهنة التمريض، وإن في عندنا يوم عالمي، وبالإضافة أن من جديد تقريبا السنة الماضية مجلس دول الخليج لوزارات الصحة أعلنوا عن بعد يوم للتمريض العربي، فهذا شيء من الشغلات اللي فعلا أسعدتنا وتخلينا فعلا نحتفل ونرتقي ونسعد بأن احنا ممرضين وممرضات. وأحب أقول للممرضين أن أشجعهم على أنهم يستمروا في تطوير أعمارهم ويفكروا في التخصصات التمريضية. الحمد لله قبل يمكن في الأيام الأولى كان التمريض تمريض عام، بس الحين الأمور تغيرت والأمور تطورت وفي عندنا تخصصات تمريضية، مثل ما قلت في عندنا جامعة محمد بن راشد، في عندنا جامعة الشارجة، في عندنا جامعة رأس الخيمة، في عندنا جامعات التقنية، في عندنا كلية فاطمة في أبو ظبي والعين، كلها فيها تخصصات تمريضية وتدريس يعني تعليمي
رائع بمهنة التمريض للممرضين والممرضات. فأحب أوجه يعني كلمة تشجيع لشبابنا وبناتنا اللي هم عيالنا، عيال البلد اللي يقفون مع البلد في وقت الأزمات وفي وقت الأفراح والأتراح، إنهم إيش يتوجهوا لمهنة التمريض ويفكروا فيها ويغيروا النظرة إن التمريض مجرد حبة دواء وقلاص ماي ولا إبرة. لا، التمريض بالتأكيد. أكبر من كذا. التمريض مهنة إنسانية. نعم، التمريض مثل ما نقول أستاذة نعيمة مهنة إنسانية عظيمة، وأنتم تعتبرون خط الدفاع الأول في دولتنا، مثل ما نحن نشوف الشرطة، مثل ما نشوف الجنود المجهولين، مثل ما نشوف الأطباء أيضا الممرضين يقفون في نفس الخط، خط الدفاع الأول، يعني حمايتنا وسهر على راحتنا وأكثر من هذا بكثير. يعني جهودكم أكيد كبيرة. الممرضة نعيمة محمد رجب، مساعد مدير شؤون التمريض في مستشفى راشد، مشاعرك الطيبة وصلتنا، شعورك بالفخر والاعتزاز بهذه المهنة أيضا لامس قلوبنا ولامسنا، يعني خنقتش العبرة وانت تتكلمين، دليل على مدى أهمية هذه المهنة لديك، دليل على أن هذه المهنة لها مكانة كبيرة في قلبك، وكذلك يعني الإنسان إذا حب الشغلة أتقنها، وإذا أتقنها أكيد بيكون أبدع فيها وأبدع بإتقان مهنته. يعني نحن نتمنى أن شعورك هذا يكون وصل للمستمعين وأيضا وصل لفئة يمكن أنت حابة أنهم يكونون جزء معاكم في المنظومة الصحية، شبابنا الخريجين، الأمهات اللي يسمعونا الحين، إذا عندكم أبناء خريجين حابين توجهونهم لمهنة عظيمة بتفيدهم في المستقبل، ونحن هني بدورنا في برنامج صحة وسعادة وعبر إذاعة نور دبي، يعني نقولكم أن نحن مب دايما يمكن نتذكر أسامي الممرضين، في ممرضين كثير مروا علينا في حياتنا، وفي ممرضين يمكن تتكرر يعني وجوههم في كل زيارة، ولكن ما نحفظ أساميهم وما نعرف منو هالممرضين، شو يسوون، شو جهودهم، شو تخصصاتهم. ولكن بدورنا اليوم من هذا المنبر، بما أن لنا صوت وحابين نوصل هذا الصوت، نقول لكل كوادرنا الطبية وخاصة الممرضين والممرضات، أنتوا تجعلون يعني أنتوا تخلون هذا المكان أو تجعلون العالم مكان أفضل بتفانيكم وعملكم وجهدكم، ونتمنى منكم أن دائما تبقون مبتسمين، لأن ابتسامتكم وهذه يعني البسمة البسيطة اللي تعطونا إياها هذه مصدر لقوتنا في أيام كثيرة نكون فيها نحن ضعاف مرضى ما لنا حيلة، ولكن ابتسامة من ممرض أو ممرضة ممكن أنها تغير هاليوم وتخلي يوم أفضل وأجمل. شكرا أستاذة نعيمة على هاي المشاركة الطيبة، وسامحينا لأن الوقت ما يسعفني أقدم كلمات شكر أكبر وأكثر لكم. حبيتي ما قصرتي، وأنا من جهتي بعد أشكركم على الاستضافة، وأنكم تساعدين دائما توصلون صوت التمريض للمجتمع، المجتمع اللي هم عبارة عن أهلنا وناسنا، وأحب أقول لهم إن إحنا لكم، إحنا منا وفيكم، وأنتم بعيوننا، وإحنا حاضرين وجاهزين لأي رعاية صحية أنتم محتاجينها، ولأي حتى تفخيص صحي أنتم محتاجينه. واسمحوا لي على شوية الإزعاج الموجود، لأن نحن حاليا موجودة في جهة من الجهات الحكومية عندنا، أشارك معاهم احتفالية يوم التمريض. إحنا البارحة براشد احتفلنا على مستوى الدولة، والحمد لله على مستوى مستشفى راشد، واليوم بعد حتى في مستشفى راشد في فعاليات يعني مستمرة لتكريم الممرضين والممرضات عندنا في المستشفى. صحة وسعادة.